السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في صحه واحوال جيده. وفيديو ديال اليوم بخصوص لا سيونس دانفورماسيون اللي منظماهم مقاطعه كيبيك. هاد لا سيونس دانفورماسيون شنو الهدف منهم؟ من كيقدموا لكم من خلالهم مجموعه المعلومات بخصوص الحياه والعمل والهجره الى كندا، وكيكون عندكم الفرصه انكم تسجلوا في هاد لا سيونس دانفورماسيون بالمجان وتواصلوا مع مستشارين في الهجره، وكتقدروا تسولوهم وتطرحوا عليهم اسئله في اي حاجه بخصوص الحياه او العمل او الهجره في مقاطعه كيبيك. غندوزو نتعرفوا على لارتيكل اللي عندنا عليه السيت اوفيسيال ديال غوفيرنمون دو كيبيك، و او ميم طون غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تقدروا نتوما تمشيو وتسجلوا في الموقع اذا كنتم مهتمين بالهجره الى كندا وبالتحديد المقاطعه كيبيك. الوغ سيونس دافورماسيون، الوغ هاد الجلسات الاعلاميه نظمتهم le ministère de l'immigration et francisation et de l'intégration هي اللي نظمت هاد الجلسات الاعلاميه حول الحياه والعمل وكذلك اجراءات الهجره الى كيبيك. وهاد الجلسات الاعلاميه راهما بالمجان، يعني ما كتخلصوا حتى شي حاجه، كتسجلوا بالمجان وكتواصلوا معهم بالمجان، وهما موجهين بالخصوص الاشخاص اللي كيخططوا انهم يهاجروا او انهم يرجعوا كمقيمين دائمين في مقاطعه كيبيك. وهاد لي سيونس دانفورماسيون راهما كيتقدموا بعده لغات وعن طريق مستشار من الهجره، وهذه شي حاجه اللي صراحه ممتازه. يعني هناك اشخاص كثارين عندهم الامكانيه انهم يحضروا لهاد لي سيونس دانفورماسيون، غادي يكونوا اللغات كتارين، وهادشي اللي هما اعلنوا عليه هنايا. الوغ بالنسبه للادوات اللازمه او المعدات اللازمه باش تحضر لهاد لي سيونس، لي بيان سو غيكونوا اونلاين، وهذا افونتاج كبير. اللي رجع مؤخرا معظم ديال لي سيونس انفورماسيون، معظم ديال لي زونتروتيان رجعوا ا ديستانس، هكذا كترجع واحد الفئه كبيره كيقدر ليها انها تسجل وتواصل، وكتكون عندهم فرصه وحظوظ وهما في البول ديال دينهم الاصليين في المنازل ديالهم. يكفي انها تكون عندكم الكونيكسيون تكون مقاده باش تقدروا انكم تحضروا لي سيونس ديالكم في احسن الظروف. الوغ بالنسبه للماتيريال اللي غادي تحتاجوا في هاد لي سيونس، يكون عندك اما اورديناتور او لا تكون عندك تابلت او لا يكون عندك تليفون. بيان سور خاص تكون عندك الانترنت، هذه حاجه طبيعيه باش تقدر انك تكونيكتا. وبيان سور خصهم يكونوا عندك اما الهوت بارلور او لي كاسك، مهم يكون عندك باش تقدر تهضر معاهم باش يتسمع الصوت دو كاليتي مزيانه، لانهم غتتواصلوا معاهم عندكم شي اسئله في اي حاجه راه هما غادي يجاوبوكم مستشارين اللي هما مختصين من وزاره الهجره. دونك بالنسبه للتسجيل، يكفي انكم تكليكيو على انسكريبسيون اللي كاينه في الكالندري ديال هاد الحصه التعريفيه او لا سيونس دانفورماسيون اللي كتهمك، لان هنا لي سيونس دانفورماسيون كاينين ديال لوروب وكاينه ديال لافريك. وابخي غادي تعمر واحد الفورمولير احنا غادي نتعرفوا عليها، ومن بعد ملي غادي تبعتها راك غادي تلقى بواحد لو ميساج في البواط ميل ديالك كياكدوا لك فيه التسجيل ديالك، و او ميم طون غيعطيوك كاع لي زانفورماسيون نيسيسير بخصوص هاد لا سيونس دانفورماسيون. الوغ بالنسبه للكالندري، كاين سيونس دانفورماسيون خاصه بالناس ديال لوروب و سيونس دانفورماسيون خاصه بلافريك. غادي يديروا دي سيونس مع الناس ديال بلجيك، لوروب، فرنسا، فوالا، وهادو هما لي ليو لي غادي يكونوا فيهم. الوغ حنا اللي كيهمنا شنو هي هاد لا بارتي ديال لافريك، من الناس اللي معنيين بالامر. امتى غادي تكون هاد لا سيونس دو فورماسيون؟ غادي تكون في شهر مارس نهار 10، يعني باقي لنا تقريبا يومين. الوغ هاد لا سيونس غتكون فيها غيتكلموا لكم على الاجراءات ديال الهجره للعمل الى كندا، وهذه كتهم بزاف الاشخاص اللي باغيين ان شاء الله انهم يجيو لكندا عن طريق عقود عمل. وانا صراحه دائما كنشجع الاشخاص يجيو بعقود عمل
سورتو الاشخاص اللي ما مزروبينش على الاقامه الدائمه، وبيان سور يكونوا في الفئات اللي هي 0 او بي. وبالنسبه للاشخاص اللي مازال ما كيعرفوش المهنه ديالهم في اي فئه تندرج او لا ما كيعرفوش الكود سي ان بي، سيروا تفرجوا في هاد لا فيديو رانا شرحها بالتفصيل باش تعرفوا راسكم واش من الاشخاص اللي يقدروا يحصلوا على الاقامه الدائمه هنا في مقاطعه كيبيك. لان الاشخاص اللي من الفئه سي ودي حاليا راه كيبيك ما كتعطيهمش الحق انهم يديروا الاقامه الدائمه، غير باش تعرفوا راسكم الى حصلتوا على عرض عمل في المهنه ديالكم واش عندكم الحق تدفعوا ولا ما عندكمش الحق تدفعوا الاقامه الدائمه. ولكن الحاجه اللي كنبغي ناكد عليها، واخا الاشخاص اللي في اس سي ودي يقدروا انهم حتى هما يتسجلوا لمالا ويسقسيوا مستشارين الهجره واش كاينين شي حلول، لانه ممكن يكون عندهم هما حلول ولا عارفين دي زاستوس اللي حنا مازال ما توصلناش بهم، اولا حنا مثلا الاشخاص اللي كان في اليوتيوب اولا انا شخصيا بقى ما توصلتش المعلومه، لانني صراحه مؤخرا بحثت بزاف 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 شي حلول اللي يقدروا يستعملوهم الاشخاص اللي من الفئه سي ودي اللي يقدروا مثلا انهم يدفعوا الاقامه الدائمه. كنحاول كندير الابحاث كندير لي ريغيرش ديالي، كنتواصل مع الاشخاص اللي من اهل التخصص الى قدروا انهم يجاوبوني ان شاء الله او لا يعطوني شي معلومه بخصوص الاشخاص اللي من الفئه سي ودي باش نبعثوا فيهم حتى هما شي شويه ان شاء الله شويه ديال الامل، ولما لا كذلك حتى هما يحصلوا على فرصه عمل، لانه كاينين بزاف الناس مؤخرا رجعوا كيتواصلوا معايا واخا كديهم فرصه عمل ما كيبغيوش انهم ياكسبتيوها. علاش؟ لانهم عارفين ما يمكن لهم لا يجيبوا الاسر ديالهم، ما يمكن لهم لا يدفعوا الاقامه الدائمه، وبالتالي الواحد راه ما كيسخاش وليداتو سورتو يسمح فيهم يجي. هادشي معظم الناس كيهاجروا كيهاجروا على ود وليداتهم صغيان، فاغ الواحد يهاجر وكيخلي وليداتهم موراه على امل على شي حاجه اللي مازال ما واضحاش، وعلى شي حاجه اللي القانون حاليا كيقول بانهم ما يمكنلهمش انهم يدفعوا الاقامه الدائمه. ولان كذلك لي زافونتاج باش تحصل على فرصه عمل انك كتجي هنا كتجي بلا شروط كثيره، كتجي تقريبا بدون تكاليف، لان معظم التكاليف كيخلصها عليك صاحب العمل، وهادو ديزافونتاج كثارين خصوصا ملي كنشوفو في برامج وحدين اخرين كيطلبوا مبالغ ماليه كثيره، وشورتو الناس اللي كيكون عندهم وليداتهم واسي كيخسروا مبالغ كبيره في لي تيست انسي دو سويت. وهذا فقط كيبقى راي شخصي، وكل واحد كيشوف الحاجه اللي كتوالمو كيشوف شنو الافضل بالنسبه ليلو. على اين نكملوا لارتيكل بالنسبه هنا العدد ديال الاماكن اللي ممكن انهم يكونوا او العدد المقاعد المتاحه اللي هو 1885 مقعد، واحد العدد اللي صغير بزاف مقارنه مع الكم الهائل ديال الاشخاص اللي كيكونوا مهتمين بالعمل في كيبيك. الوغ سارعوا بالتسجيل ان شاء الله، لما لا تحصلوا على مكان باش انكم تقدروا تتواصلوا معهم وتسولوهم على جميع الاسئله، لان متاكده غادي تكون فيها معلومات كثيره ومعلومات مهمه جدا. الوغ باش تسجلوا عاد كليكيو على انسكريبسيون. الوغ من بعد ما كليكينا على انسكريبسيون كيطلع لينا هذا الفورمولير، هذه كاينين فيها لي ديتاي بانها تكون سيونس دانفورماسيون ديال بور لافريك، لا فيل يعني سيبلي هي لافريك. بالنسبه للادات ان شاء الله شهر مارس نهار 10، باقي لنا تقريبا يومين. بالنسبه للساعه الساعه 7، وبالنسبه لليو للمغرب سولمون يعني لي باي مغربين. وبالنسبه للعدد الاماكن اللي ديسپونيبل اللي باقي حتى هو 1875 مكان، يعني سارعوا باش انكم تسجلوا. بالنسبه للموضوع ديال لا سيونس غيكون حول اجراءات الهجره للعمل في مقاطعات كيبيك. هنا باش تاكدوا بامن من الصحه ديال التسجيل ديالك خصك تعمر الفورميلير كلها وتستعمل حروف العاديه، ما تستعملش اليونانيه ولا الصينيه الى غير ذلك. دونك تكتبوا عادي باللغه الفرنسيه عاديه، الكنيه ديالكم، الاسم، البريد الالكتروني، باي دو ريزيدونس اكطويل، غادي تقلبوا على ماروك او لا اي باي من لافريك. ودير لا ريجون مثلا تختار كازابلانكا اولا طنجة تطوان الحسيمه اولا اللي كان، غادي تقول لهم واش ام ولا فام. بالنسبه للاج غتختاروا لا كاتيجوري اللي كتنتمي واللاج ديالها هنايا. اوسي بالنسبه لي كونيسونس دو فرونسي غادي تكوشيو على لو نيفو اللي نتوما كتشوفوه هو المستوى ديالكم، ونفس الشيء
لي كونيسونس دو لونغلي. وهنا بالنسبه للمستوى ديال اخر دبلوم اللي حصلتي عليه، غادي تشوف انت راسك شمن المستوى ديال الدبلوم اللي عندك وغادي تكوشي عليه هنايا. ابخي غادي يقولوا لك هنا واش هاد لو دبلوم هذا تم الاصدار ديالو من قبل مؤسسه تعليميه في كيبيك او في مكان اخر في كندا. جوبونس مهم الا كانت هاد الدبلوم خديتيه من كندا تقول له وي، الا كان مخديتيهش من كندا كتقول له نو. دونك هنا لو موتيف برينسيبال للهجره بالنسبه لك نتايا شنو غيكون؟ واش اتر انتربرونور او لا باش بور ايتوديي او لا بور انفستير او لا باش تلتحق بالاسره ديالك او لا باش تخدم؟ بمعنى سواء كنتي باغي تجي باش تخدم هنا او لا باغي تقرا باغي تستثمر تلتحق بالعائله، راه غادي لهاد لا سيونس دافورماسيون اكيد غادي تكون مفيده ليك، اكيد غتلقى معلومات اللي غادي ينفعوك. كيطلبوا منك تقول لهم كيفاش درتي سمعتي على هاد امكانيه الهجره على كندا. الو هنا كيسولك على شنو هي الوسيله اللي سمعتي بها على امكانيه الهجره للكيبيك وعندك الحق انك تكوشي اكثر من حاجه هنايا. واش عرفتي لها عن طريق السوشيال ميديا او لا عن طريق لا فامي او لا عن طريق دي سيت ويب ديال نيميغراسيون؟ بون هنايا كل واحد كيكوشي، هذا ماشي شي حاجه، كوشي الوسيله اللي عجبتك. هنا كيسولك واش فايت لك ديجا حضرتي لشي سيونس دانفورماسيون عن كيبيك، يعني شي سيونس فشي دورات وحدين اخرين قبل من هاد الدوره هادي؟ الا كنتي فايت لك حضرتي شي سيونس دانفورماسيون كتقول له وي، سينو كتكتب له نو. ابخي هنايا كيسولك واش ديجا انك ديبوزيتي او لا ديجا قدمتي على الحصول على شهاده اختيار الكيبيك سي اس كو. هادي بالنسبه للاشخاص اللي ديجا هنايا في باغيين يدفعوا الاقامه الدائمه، هما اللي كيدفعوا السي اس كو. بمعنى تقدر حتى الاشخاص اللي هنايا ساكنين في كيبيك وكيوجدوا ورقتهم على ود الحصول على الاقامه الدائمه، كتقدر انك تقول لهم وي الا كنتي ديجا دفعتي لا دوموند، سينو الا كنتي راك من خارج كيبيك كتقول له نو. الوغ هنايا كيسولوك واش طي لوتوريزاسيون للوزاره ديال الهجره باش انها ترسل لك معلومات على الهجره او لا الا كانوا دي زوتر سيونس دافورماسيون وحدين اخرين غادي يقدموهم. انا كنصحكم انكم تكليكيو على وي، هكذا غادي يبقاو يسردوا لكم كل ما هو جديد في لي بواط ميل ديالكم، يعني غتبقى توصلوا بكل ما هو جديد بخصوص لي سيونس دافورماسيون بخصوص دي زوتر سيونس يقدر تكون منظمهم المينستير دو ميغراسيون et de la francisation et de l'intégration. Ou hakda gadi tistafdou men chhal men ma'louma li gatoussalkom men lmasadir lmawthouqa ala wa hiya le site dial gouvernement du Québec. Ou apre kadirou envoyer mon inscription ou kaysardou likom la confirmation fil boîte mail dialkom. Voilà, hadchi li kayen bkhousous dial video dial lyoum, kantmenna anakom tkounou stafdtou menno ou ma tdiyouch lfursa anakom tsajlou fil mawqi' rasmi dial muqata'at Québec bach tahdrou had li séance d'information li anani mtakda anahom muhimmin jiddan ou gadi nfa'oukom ou ma kina احسن من انكم تسمعوا المعلومات من المصادر الموثوقه. والا كان عندكم دي كاستيون راه غتكون عندكم فرصه انكم تواصلوا بشكل مباشر مع مستشارين في وزاره الهجره. الى عجبكم لا فيديو ما تنسوش خلي لي جيم، وانا غادي نخلي لكم هاد لي ليان في صندوق الوصف باش تمشيو تسجلوا ديريكتومون في لو سيت. دمتم وفيين للقناه، مع السلامه.